مرحبا، أنا ميرا. أنا جلال. إحنا قصة وأغنية، واليوم إحنا في المتحف الفلسطيني في معرض اسمه طبعة في القدس. اليوم رح نحكي لكم قصة عن حرف من الأحرف الأبجدية، القصة من أدائنا وألحاننا، وعنوان القصة كاف في المتحف. بلشت القصة لما قررت الأبجدية إنها تزيد عددها وتعمل أحرف كتيرة بتشبهها. كان في كتير مناقشات وكان في كتير محاولات، بس دايماً كان السؤال إنه كيف ممكن نزيد عددنا ونعمل أحرف كتيرة تشبهنا بوقت سريع؟ وكيف ممكن يكون في كتير كتب وكتير مجلات وكتير قصص ملونة بوقت سريع وتكون معابية العالم؟ وهيك بلشت الحروف الأبجدية تحضر حالها، وبالوقت اللي كان فيه الكل مشغول بدقوا بالأحرف وبيحضروا بالألوان وبصفوا بالكلمات، اتزحلق الحرف كاف ووقع واتدحرج بعيد. كانت الطريق كتير طويلة، أو هيك حس الحرف كاف. الحرف كاف أخده كتير وقت عبين ما صحصح، ولما صحصح اتطلع حواليه حس انه هو بمكان كتير بعيد، وحس بجسمه انه كتير تعبان، ايديه كتير بوجعوه كأنهم مشقلبين او مركبين غلط. حس انه في اشي كان مش مزبوط، بس الحرف كاف مش قادر يفهم ايش اللي صار معه، شو المشكلة. حس حاله الحرف كاف كتير وحيد وكتير بعيد عن أصدقائه، وتمنى لو إنه أصدقائه الياء والفاء موجودين معه كان قدر يفهم كيف هو صار معه هيك وكيف ممكن يحل المشكلة. وتمنى كمان لو كانوا أصدقائه السين والنون والهاء موجودين معه كان قدر يرجع على سكنه. ولما جاء اتمنى وقال يا ريت لو أصدقائي الباء والتاء المربوطة موجودين هون كان قعدنا سوا وأكلنا كبة. مضى الوقت والحرف كاف حاسس حاله غريب وبمكان مجهول، مكان كبير كتير والحيطان كلها بيضة ومعلق عليها أشياء غريبة ومش مفهومة. قرر الحرف كاف إنه يكمل طريقه وضل يتدحرج. ظل الحرف كاف يتدحرج ويتنقل من مكان لمكان بهالمكان المجهول، كحس حاله كأنه بيتنقل من قارة لقارة تانية. وبس كان يتعب كان يتذكر المقولة اللي بتحكي إنه الطريق للبيت أحلى من البيت نفسه، وهيك كان يكمل طريقه. حالي بين الحيطان مش عارف شو هالمكان، ماشي لحالي بين الحيطان مش عارف شو هالمكان، يمكن انا بحلم او وقف الزمان،
يمكن أنا بحلم أو وقف الزمان. صور وكتب واصحاب الحروف، في اشي باللي شايفه مألوف، صور وكتب واصحاب الحروف، هون صندوق خشب والحكي انكتب والورق يعتب والحكي انسلب. ماشي لحالي بين الحيطان مش عارف شو هالمكان، ماشي لحالي بين الحيطان مش عارف شو هالمكان، يمكن انا بحلم او وقف الزمان، يمكن انا بحلم. وفجأة خبط الحرف كاف بحيط كبير. لا لا لا، هذا مش حيط، هذا شخص. فتح عينيه الحرف كاف هيك منيح وتطلع حواليه، في اشخاص كتير حواليه. قام الحرف كاف ونط من الفرح وبلش يرقص. في ناس تسليه في هاي الوحدة اللي هو فيها، انبسط كتير كتير. تأمل الحرف كاف الحيطان الكبير اللي حواليه، شاف العشرات والعشرات من الكلمات، وفي كلمة كانت بتضوي بين الأسطر، الفكرة. فكر وقال على ما يبدو إنه كل إشي بيبدأ من فكرة. دحرج كاف أكتر وأكتر وانصدم لإيش شاف. هذا كتاب؟ لا، هاي كتب، قصائد، بيانات. هلأ هو قادر يشوف من بعيد المعركة، الكفاح، الكرامة. كل أصحابه هون، كل أصحابه صفين مع بعض عشان يعطوا معاني جديدة لهالعالم. على الجهة الثانية كان في صور لأصدقائه وصور لآلات ضخمة. المكان كأنه مألوف عليه، كأنه بيعرفه، حس بأنه هذا المكان كان ممكن كان بيته، بس عقله مشوش كتير وقاعد بيحكي له قصص هو مش متأكد منها. اتطلع الحرف كاف لبعيد وشاف عصائر، مشروبات، أوتيلات. أوه، وشاف معكرونة. شو بحب الحرف كاف المعكرونة. بتمنى هو هلأ لو يكون في قدامه صحن معكرونة كبير ويكون محطوط عليه جبنة كتير كتير وبتموت عبين ما توصل تمه. Thank you.
تعب كتير الحرف كاف من اللف والدوران بهالمكان الغريب، فقرر يرتاح تحت طاولة قديمة. هالطاولة مليان عليها كتب ومجلات وأحرف. راح الحرف كاف بنوم عميق وحلم أحلام كتيرة. جزء من هالأحلام كانت تقوله إنه قرب كتير يوصل البيت، بس جزء تاني كان فيه أحلام كتير مزعجة. حلم مثلاً بضو كتير كبير وعملاق، كان كتير الحلم بخوف. نط الحرف كاف من حلمه هيك ومفزوع. خاف كتير الحرف كاف، قرر يكمل طريقه والحلم ما بيروح من باله. كان حلم كتير مزعج. صفن بهالحيطان الغريبة اللي محطوط عليها كتير صور وكتير ألوان وكتير كروت أعراس وكتير جرايد. حس إنه هو بعصر مختلف. يمكن الضوء اللي شافه في هالحلم المزعج حوله لعصر تاني. هالعصر التاني كل إشي فيه مشقلب. يمكن في هالعصر الناس بتحكي بالشقلوب وبتمشي بالشقلوب وبتنام بالشقلوب، حتى بتاكل بالشقلوب. يمكن بدل ما بياكلوا من تمهم بياكلوا من عينهم. يمكن في هذا العصر طلعت المقولة اللي بتحكي إنه العين بتاكل قبل التم. كمل الحرف طريقه عبين ما وصل لمساحة صغيرة فيها جوارير كتير، وواحد من هالجوارير كان مفتوح. فضوله للحرف كاف خلاه يطلع ويتسلق هالجوارير الكتيرة عشان يوصل لهالجرار المفتوح ويشوف ايش فيه. كان الطريق كتير طويلة، كتير اخد وقت عبين ما وصل لهالجرار المفتوح. شو صار في حدا هون والجرار ما في نجوم؟ شو صار في حدا هون والجرار ما في نجوم؟ شكلي لحالي وحتى خيالي اختفى اختفى اختفى. وصل الحرف كاف على هالجرار المفتوح، شاف إشي عجيب. فنجر عينيه هيك وتطلع منيح، كل أصحابه هون بس كلهم إيديهم مشقلبين وغريبين كأنهم برضو مركبين غلط. وقبل ما يروح الحرف كاف عشان يسأل عنهم ويطمن عليهم، خبطوا حدا وسكر الجرار ونوقع الحرف كاف من فوق لتحت. وقعته سوت صوت كتير قوي. لما فتح عينيه هيك وصحصح لقى حاله على أزاز كبير، وفتح هيك لقى فيه ضوء جاي عليه من السقف بيشبه نفس الضوء اللي شافه بالحلم المزعج. وقف هيك الحرف كاف على حفة الأزاز وتطلع
وصار الضو يروح شوي 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 شوي. اطلع هيك من بعيد لقى صورة، لقى صورة إله. هذا هو الحرف كاف، بس إيديه مش مشقلبين، إيديه مناح. وأخيراً هذا هو الحرف كاف.